أنا عايز أبدأ مع حضرتك من نقطة انتهينا فيها وإحنا بنسجل قبل كده شهادتك على العقل المصري. وشهادتك على العقل المصري كانت من موقعيتك ككاتبة وموقعيتك كمحامية مشتغلة في المجال العام، كان فيها تقاطع مع التيارات الدينية والتكفيرية وتحديدا جماعة الإخوان. صحيح. وجمعت بينك وبينهم مواقف. صحيح. لما أخد حضرتك لي شهادة على 30 يونيو، انا بحب ابدا من يعني قبل 30 يونيو بشويه. تمام. شويه كتير يعني. مكونه صوره عن الاخوان، عارفاهم كويس، تعاملتي معاهم عن قرب، حددتي موقفك منهم، واذا بيكي تلاقي انه الاخوان بقوا هم اللي موجودين على السطح بعد 25 يناير. كنت شايفه الحكايه دي ازاي؟ لا، انا ما شفتش انهم موجودين على السطح بعد 25 يناير. انا شفت انهم جهزوا ال 25 يناير. جهزوا. رتبوا ال 25 يناير. استخدموا الشباب اللي هو مش تبعهم. استخدموا غضب الناس ان صح التعبير، او احلام الناس المشروعه في حياه احسن برضو ان صح التعبير، وصدروا ده في المشهد وعملوه وكأنه عفوي وكأنه مش مرتب. ولما لما بقى نزلنا على الأرض يوم الخميس 27 يناير، سمعنا بقى احنا نازلين بكرة والناس هتبقى اكتر من، لان هم ما نزلوش يوم 25. هم ما نزلوش يوم 25، سابوا الشباب اللي ملوش يفط ايديولوجية ولا منتمي ليهم ينزل، وسابوا الناس تقول برافو وشفته وايوه وكده. لكن هما، انا كنت شايفه من اول لحظه انهم هما اللي مجهزين. مفيش عمل عفوي في السياسه، مفيش صدفه في السياسه. انا هعمل ثوره ههد ده، كانت الجمله اللي بتتقال، مش مهم اي حاجه تيجي، دي جمله لصالحهم. بس ان انا غير، دي جمله لصالحهم. ليه؟ كل واحد نزل زي ما بقول لحضرتك، سواء عنده غضب او احلام مشروعه او اعتراضات على النظام السابق، ايا ما كان، محدش عارف ماذا بعد. بكره في ايه؟ هم كانوا عارفين ان بكره بتاعهم، بس مستنيين لما انت تخلص. دي كانت قرايتي من قبل 25. قبل 25 يعني. انت شايف 25 ازاي في الاجمال؟ شايفاه انه زي ما بقول لحضرتك كده، في اولا السنه او السنتين اللي قبل 25 يناير كان في مراكمة للغضب الشعبي. يعني كانش فيه أخطاء؟ طبعا كان فيه أخطاء. كان فيه مشاكل؟ طبعا كان فيه مشاكل، بدليل ان احنا النهاردة لما نتكلم عن مصر بعد 10 سنين من حكم، او 11 سنة من بعد ثورة 30 يونيو، وعشر سنين من حكم الرئيس السيسي، نرى مصر مختلفة في كل حاجة. اذا احنا كان عندنا مشاكل، لكن هما ما كانوش عايزين يحلوا المشاكل. هما كانوا عايزين يوقعوا الدولة عشان هم يطلعوا. هيوقعوا الدولة ازاي غير بإثارة الغضب الشعبي؟ فطول الوقت، وانا كنت بكتب كده في روزا اليوسف طول الوقت في كل مقالاتي الاسبوعية، انهم يثيروا الغضب الشعبي. انت متخانق مع مديرك، ما بقتش المدير، ما بقاش انا والمدير، بقى انا والوزير والنظام ورئيس الجمهورية والدولة، ويلا نهدها والدولة. انا متخانقة مع بياعة الخضار اللي تحت البيت، يبقى انا والحي ووزير التموين والرئيس الوزراء والرئيس والدولة. فهم كانوا بيعملوا كده. دي 25 يناير، في ناس نزلت عندها أحلام بجد.